الأحمر وألوان دائما موجودة دكتورة ولا بتتغير؟ ستاندر الأحمر على اليمين مكتوب يمكن عليه والأصفر مكتوب عليه R مكتوب عليه الأصفر على اليسار الأسود مكتوب عليه RF الرايت فيت والأسود على الإجر على اليمين تبع تفرير الجاذبية اللي عندك تفرغ الشحم نعم والأخضر على اليسار الإجر على اليسار بسم الله كل وحدة عليها رقم اختلفنا بالتشيست ما عم نعرف نحطه كويس تسطح تسطح هذا في 1 4 واش تحط على وجه المنطقة هاي بعدين تحط عليه ندهن جلعة كله بس على نفس بس على ال حط جل انت اول شيء بدي احط الصبر صبر استيرنال هاي صبر استيرنال لا هون هاي صبر استيرنال انا سفيدي برد اوكي هاي النوتش تضلك ماشي هون عند الانجل استيرنال انجل هاي البروسيس هاي الانتنتيشن اوكي روح رايت سكند سكند هذا السكند سكند هاي السكند انزل على السبيس اللي تحته ثير هاي فورث تقريبا قد نيفل قد نيفلز ليفل لا تقريبا حط شون جست ادجيسنت تو ذا سترنا حط في 1 دكتور هاي سي 1 حط شوي دغري فوق شيء ولا لا لا انا شو حطيت انت انا في سي 1 تقدر انت تحط عليها هي اسهل هي سي 1 حط عليها يلا 2 هي مقابل على الجهه الثانيه ايوه هون تتأكد إنه هذا سبيس ولا الرب؟ مقابل هي على طول. تأكد أنت طيب. روح تأكد. هذا سبيس. لا سبيس. هي صح سبيس طيب. طيب فور وين نحطه؟ فور بدنا نأخذ من الميد كلافيكل لاين على فيف. الميد كلافيكل. أيوة من الميد. هاي الميد ميد كلافيكل لاين فيف. 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 إحنا هون بالفور هاي الفيف. أنت طبعا هذول الالوان كلهم ستاندر يعني دائما الوان ما تتغير ما تحفظ شيء كله مكتوب طيب هلا الميد كلافيكلر بس تعيد كيف طلعنا الكلافيكل شوف هاي هون ميد كلافيكل ايوه لا هون شوي الهاف تبعها حتى شوي لاترال اه عشان تقدر تحط شوي لاترال بيناتهم هون في 3 رب عرب بتكون طيب هلا الفوق 3 بالنص وين 3 هذا اخترت خذ هون شوي هي 3 بيناتهم طيب وين الاكزيلا هي الاكزيلا تمام هاي المفروض ازيحها شوي هاي هذا الانتيرير اكزيلاري لاين فيف انتر كوستال سبيس مقابل هذا هون وهذا هون تقريبا على الميد اكزيلاري هون بيكون الميد اكزيلاري صح تمام حطوا جل هون صح راح ينزل تحت انت دهنها كلها عشان السكس كاونت يا اخت شو بارد بارد فلا ما تتحرك يا دكتور حاول احط شنو خلاص خلاص اتركوا شوي دكتور شو استنى الانجل اترك دكتور بس بعد عنه بعد عنه هلا كفى طبعا حطيناها كلها مع بعض الاي سي جي عم تطلع شوفوا الاي ار كيف انفرتد الليدي 3 اللي بتون بينات وضعها اتجاه اليمين تبع الهارت غير عكس لا لا وقعت وقعت جاي تشستي بتون وقعت 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 هي اذا هي ما بعرف شو قصة الحمراء كان فيها مشكلة صار في ايرور معنا هيك بروبلم شوي ان شاء الله ما يأثر عليه سي جي عم يحكي ما شو بصير؟ ما في 5 6 7 كويس أمورك دكتور الحمد لله
الحمد لله فضل من الله. طلعت على ايش؟ على السلامة دكتور. مبروك حامد. الحمد لله طلعت. خالد خالد استنى عندي بس عاد بدي اياها. استنى عندي. يلا خلاص. لا استنى عندي والله. خلاص نشيل. شباب. استنى عندي والله وين؟ استنى ابي استنى هاي السبره هاي السبره استنى هاي السبره استنى النوتش تمام شو شلون اثر عليه هلا بدك تعمل هيك هاي السبره استنى النوتش هاي هاي السبره استنى النوتش هون يا هاي احسب لي جوالي هاي شو هاي جوالي اعطيني اياه الله يعطيكم العافيه اعطيني جوالي اخذ صوره يلا ها